الحب بات معلنا ما كل ما أخفته العين محزنا من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا رفقة وسهر وشموع شوق وضحك ودموع بعد وعد رجوع هيك العمر بيمر متنا أكل شوي بعد من القلب بالفي تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر رفقة وسهر وشموع ذكرى الأمس من حنتي يبوح الهمس والليل بندهل الشمس نحكي لها أسرار لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار حرر هواك بات معلنا ما كل ما أخفته العين محزنا من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيما خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا هذا غسان بيعمل حاله أجدر بس هو شاب ذكي كثير كذاب يعني الكذب ماشي بدمه بس الحمد لله ما بيأذي حدا بكذبه يعني بيكذب بس مشان ينفذ حاله من شي قصة هو حاطط حاله فيها خفيف دم بس إذا تغالظ يا لطيف ما أغلظه فندي ما بيعملوا مدرسة من الستة المساء للعشرة الليل والله العظيم أحلى نمروي وننبسط ضروري في من الصبح نكذبين وهذا لؤي شاب بذكرتي وقبضاي مشاغب وما بيحب الدراسة بيحب البنات والبنات بيحبوه هلأ هو جقل وحليوة بس ما بيهدى كل شي ممنوع بيحبه هيك الله خالقه خالف تعرف كسلان ما بيحفظ دروسه عايد العاشر مرتين والحادي عشر مرتين وهي السنة الثانية بالبكالوريا يعني ما بده يبطل هاي الحركات تبعه هو النسوان انا بفرجيك يا لؤي
طبعا. لك انا كرمالك تطلع علي تريلا ما عندي مشكله. دخيله انا لؤي. يلا باي خليك باي. شوفك باي. يا لؤي امتى بدك تبطل هاي الحركات يا اخي؟ كله نسوان نسوان وعم تحكي تليفونات. عنا مدرسه يا اخي، عنا بكالوريا. شو بك؟ لا تضوج علي بالشوارع. شو خلص شو بدك بنسوان؟ طيب طيب تاخرنا يا اخي. ما حافظ قصيده العربي؟ حافظها. ايه ايه هذا اهم شيء. لك انا بموت فيك يا علوقة. انت هذا اللي شاطر فيك. وهذا علاء، شاب فقير وظريف ومهذب وشاطر وابن عالم وناس. يعني فينا نقول انه علاء وش السحاره بين رفقاته بالمدرسه. مشكلته الوحيده انه قاعد مع لؤي بنفس المقعد. كل ما لؤي عمل شغله بتنطبش براس هالمسكين. بعدين علاء فنان، يعني صوته حلو وبيعزف جيتار كمان. حيروحوا بعضهم اثنيناتهم. حسنة أبوها لحسنة مسؤول كبير بالبلد، وهي مبسوطة طبعا أنه أبوها مسؤول، يعني بحجة أبوها تنفذ دائما من عقابه. بس حرام، الحق يقال حسنة بنت كتير طيبة وحساسة، بس كسلاني شوي شوي مو كتير. تعرفوا اللي ما بيحسب ما بيسلم. هاي بنت المعلم، يعني لازم نعمل حسابنا. يزن قصته قصة. مفكر حاله رامبو، عصبي كتير وخلقه براس مناخيره، بس بنفس الوقت شهم وكفو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شغلكم بسيطة. يورب! آخ لو ما كان هالشاب عصبي كان بيطير العقل. هاي هي كل مشكلته، قلبه طير بس عصبي. ليكو هرب. شو هاد؟ مية عبطال؟ بس بسيطة. ماشي يا ابو اليزن، بتعوضها بتعوضها. هدول خمسة. يا رب. صباح الخير عمي دياب. اهلي خير عند الصباح. فينا ناخذ كيس نعبي لنا كيلين بطاطا؟ حبيبي قله لابوك حسابك كتير، يدفع لي عليه وياخذ اللي بده اياه. ماشي شكرا. طارق شاب كتير ظريف، بس يا حرام فقير كتير. الله يلعن أبو هالعيشة، هل هيك بدنا نقضيها؟ بينام كتير بالصف، بيشتغل شغلتين باليوم مشان يطالع قصة المدرسة، وبالزور ليلاقي وقت يدرس فيه. يعني مدبر حاله، لا شاطر ولا كسلان، بين البينين. وفي شغلة كتير حلوة فيه، إنه شهم وقبضاي. محجوب، أبوه بيشتغل لحام، وحلم عمره لمحجوب يصير لحام مثل أبوه بس يكبر. خير محجوب؟ تعال تعال يا زبني، لوين رايح؟ هيك لوين رايح؟ لك شلونك؟ أهلين حبيبي. هات بوسة. لك وينك ما عم شوفها؟ أنت ما عم بتشوفني؟ إيه؟ محجوب حبيبي صحصح، هذا اللي قاعد جنبك على المقعد مين؟ لك شوفني بهالقصة، بدي روح أنا عندي شغل. لك حبيبي محجوب شبك أنت؟ بدك ضلك جذبة؟ أنت مين؟ أنا محجوب. وأنا مين؟ أنت رامي. وهلا البني آدم الصبح لوين بيروح؟ بيروح لوين ما بده بيروح؟ على المدرسة حبيبي، مو لوين ما بده، المدرسة من هون، هنيك ما في مدرسة. بعيدة من هون؟ لا لك هون قربنا. إذا بعيدة بلاها. لك محجوب تعال تعال لك شغلة، أنت آكل اليوم مع علاء الصبح؟ يعني مروق. لك وينها؟ إيه؟ لك فت على محل قبل اليوم الصبح؟ عم يدرس محجوب غصب عنه، لأنه أمه الله يرحمها وهي على فراش الموت وصته لمحجوب إنه ياخذ البكالوريا. فيا ترى محجوب رح ياخذ وصية أمه ولا حيطنش المرحومة الله يرحمها؟ يعني مبارح طبقت لك شي واحدة على الفيسبوك؟ لك حبيبي محجوب صير بني آدم بقى، ما اسمه فيسبوك اسمه فيسبوك. بعدين استاذ مبارح الصبح طبقت لك واحدة على الفيسبوك، الله وكيلك صار لي يمكن شي شهر عم بعمل لها آد على الفيسبوك وما عم تقبلني. مبارح الصبح طبقتها. شو عم تعمل لها؟ آد آد لحالة؟ لا مع أمي طبعا. لحالي مع مين لك؟ كمان ابنك بتفوت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ شو بك انت؟ طلع براسي يا زلمه، وجاني وشي منك. شد بالمرة صاير لوين؟ لك عندي شغل. محجوب حبيب عم شلون بدي مضي السنة معه أنا هذا؟ لك محجوب هون تعال تعال. رامي هو بيل جيتس المدرسة، مدمن انترنت، بيضل عم يدور على بروكسيات مشان يفك مواقع محجوبة. أمنية حياته يجي ولد بس يتجوز ويسميه فيسبوك. لك محجوب فيروس تعال تعال تأخرنا نضرب شو جذبة. لك أمشي هتأخر على المدرسة. خلاص صار بدك تروح على المدرسة روح. راما بنت مسكينة كتير، مشكلتها إنه عليها عين الله يجيرنا، كل همها تتجوز لتخلص من أمها. حبيبتي راما كل يوم عم في إنه الساعة 6
ستة يعني مو ناقصني نقيب ها؟ يعني ستة. أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة نفسي أعرفها. تعالي أقول لك شغلة قبل ما نطلع بالباص. أنت بدك تتعلمي تحفظي مواعيدك أنت. بس تعلمي ستة. اطلعي على الباص. اطلعي أنت بالأول. أنت بالأول. بطلع شوي. اطلعي. منى ما شاء الله عنا ما بتترك مسلسل سوري ما بتشوفه، حافظة كل الحوارات من صح النوم لبكرة أحلى. صفاء بنت حساسة وعاطفية وحلوة كتير وبتعرف حالها إنها حلوة. هلا هي بتحب واحد معها بالصف من الطلاب، بس حب من طرف واحد مثل كل بنات العرب. تقبري قلبي يا صف صف شو حلوة. وهي خلود ليك شلون عم تنط لك؟ بنت طيبة وقلبها كبير، بس فيها شغلة بشعة ما حدا بيقدر يتحمل هالشغلة نهائيا. يا لطيف شو فسادة وبتحب طق البراغي، ما بتوفر حدا نهائيا نهائي. يعني بس بدي افهم شغلة واحدة، صار لنا ساعة من يا ما ما مالك سمعاني عم نسمر لك هاي لشو هلأ كل الطلاب رفقاتها بيكرهوها لأنه فسادة وطق براغي، بس الأساتذة روح قلبهم توصلهم كل كلمة عن الطلاب. والعلم نورهم. شادي مثل قلته بالصف مثل قلته بالدراسة، يعني ماله أي طعمة، بس بالزعرنة وبالفرتنة ياخد جوائز نوبل. وكل ما لو قاعد قلي لقلك قلي لقلك بيطالع الروح من كتر ما بيحكي. تفضلوا. هاي بقديش هدول؟ دكتور وحدة بخمسة. نعم؟ أنا عم شيلهم بليرتين ونص، ليش عندك بخمسة؟ تخيلك خمسة هذا الحاضر. طيب عندك جطي مطي؟ ايه عندي. داي داي؟ اوه وهي داي؟ ايه. قديه صاروا هدول؟ 25. تشجيعوا على الحساب. والله هاد لهون. طب خلص 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 رح أعطيكي. ايوه لطيف شو طماعة. أنا طمعة وقت الفلسطة. تعال هون. شو بديك؟ إلي عليك مصاري. صباح الخير. صباح النور. شوفي إلي عليك مصاري. قديه؟ 25. شو أيوة. تعال اقول لك لانه بياكس ما لك شو انا امبارح نسيان ملخصات التاريخ محطوطين بقلب المقعد. شفت لي اياهم شيء؟ لا تقلي الملخصات الخضر. ايوه تبع الامتحان الاخير. ايوه عم تمزح. اي أيوة والله شفت لي اياهم شيء ما بعرف. قيس هذا الشاب ملاك، ما في عيب بنوم، شاطر فهمان، ابي اقطع وقت صلاه دخيله النظره. شوفوا شوفوا كيف بيطلع. شوفوا حاجه غلطه محجوب هلكني طول الطريق يا زلمه. هات جاكيت هات جاكيت اثنين. هات شروع بالقتل. الله اوام اوام كم شتر راجبتك اوام وصلت بالعنف كمان. طبعا لك انا ظروفي صعبه هالفتره. حط لتدوه. المصاري معي. ايوه لك لسه ما سببنا لك عملي. لا اطلع فيها خلصي بقى خلصني يا ربي دخلك. ايوه يلا ليكي فاتو ديري بالك منه كثير هذا. ها هذا واحد نصاب كبير. ها ديري بالك انا نصحتك. انت انظم لانه ما بدكم تروحوا مني. ها فدوى مرة استغلالية لأبعد الحدود وروح قلب المصاري. هي بتشتغل آزنة بالمدرسة، بس إذا بدكم الصراحة هي أكبر من هيك بكتير نسبة لحجمها. لك هون لك لما بيطلع العدو قدامك بدك تصده منيح. لك روح لك شباك يا سلامة يا عدمك حالك. وعي يا زهر ما في صباح الخير. هو شغلة ضبيلي هاي من إيديك وهدول كمان شيليهم من إيديك. صلي معك 20 سنة بالمدرسة ما بتعرفيني انه انا الصبح بكون عم اقتل دبان وشي. اطلعي من ارشيف ذاكرتي يا دان. صباح الخير. انت مالك خلصينا من قصة مكياجك بقى؟ يعني حرام الوحدة تهتم بشكلها انت الثانية. اهتمي اهتمي خليني شوف جمالك شو بده ينفعك اخر السنة. شو قلتي شي ما خانهم بدي انجح وبتشوفي. شو حافظة اليوم؟ جذبة انت جذبة. انا عم اقول لك مسلسل بطولة باسل خياط. ليلي حافظة لك عدمني اياكي. وهذا أنا مدير مدرسة العلم نور. اسمي الأستاذ عماد، أعزب غير متزوج، بس لأنه أمي ما بدها ياني أتجوز بدها ياني أقعد بنص خلقتها
وشي بوشها، هيك مبسوطة فيني، أعزب إلى ما شاء الله. ليكني داخل على المدرسة. بسم الله. أهلين أستاذ. ليش واقف برا؟ أستاذ الأساتذة كلهم قلعوني، محططين علي، طلعوني وقفوني هون مثل الكلب، بس أنا غصب عنه رجعت فتت أستاذ، قام رجعوا قلعوني وبدهم مني ولي أمري بكرة. كلهم متحطين عليك من الصبح؟ إيه أستاذ. لسا ما فتنا على المدرسة؟ ما بعرف شو القصة أستاذ، أنا يبدو ما بعرف، حضوري ثقيل صاير بيناتهم. إيه تفضل. أستاذ معلش متضايق. شو تخلصني؟ وهذا طحطح جوزة لفدوى. صباح الخير طحطح. صباح الخير أستاذ إيمان. يعطيك العافية. مسكين الوحيد اللي أكله بهالمدرسة. والله معك حق. بدي وش الهان. والله أنت اللي بدك وش بويا. مسكين هالطحطح شو بيشتغل؟ زاد لي كل الشغل عليه. تفضلي مدام. آسي أستاذ آسي. آسي. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا أستاذ. مرحبا. أهلا أستاذ. وهذا الأستاذ عباس، أستاذ اللغة العربية بالمدرسة. بحياة الله شوفوا قديش أنيق ودون جوان. بيقولوا له بالمدرسة خاطف قلوب العدارة، باعتباره أستاذ لغة عربية يعني بيعلوها هيك، خاطف قلوب العدارة. وبنفس الوقت هو أستاذ فهمان كتير وتعبان على حاله. يعني الآنسة نجاح مدرسة الفلسفة وكتير بتتفلسف الطالعة والنازلة. طبعا الطلاب يعني ما كتير بيحبوها، مو بس هيك مسمينا موسليني لأنه هي قاسية عليهم. وكذا مرة فهمناها إنها لا يا أنسي نجاح، ما بيصير هيك، ما بيصير يا أختي، لازم تعامليهم منيح للطلاب. عبس كأنه عم نحكي مع هالهوى. قنبلة المدرسة، الآنسة مايا، مدرسة التاريخ. الطلاب ما بيعشقوا مادة بكل المدرسة قد التاريخ. يا أخي التاريخ شغلة كبيرة، وهذا الحيط اللي قاعد ورا الآنسة مايا أخذ مكاني على فكرة. أنا اللي لازم أكون قاعد هون، هذا بيضل يحفر لي مشان يقعد محلي مدير مدرسة، دائما بيطقني براغي مع ابن خالتي صاحب المدرسة. خلص حسنا خلصت لي اياه وكل شوي بتفهمي. تعبيني شادي. خذ شادي. كافي. ايه. بس بطل. تعبيني. دميته. لا سمحت استاذ عباس لهلا ما اذا خليكم مثل ما عندكم يمكن ما يجي اليوم. حلو. يلا. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا شباب ويا صبايا، انا ولا مشان ما نتعب قلبنا مثل ما بيقول. يلي مو حافظ القصيده يطلع لعندي لهون، خلينا نبلش بالفرقه. مين مو حافظ القصيده؟ انا استاذ. برافو. شرف استاذ رامي. حاضر استاذ. استاذ غسان. وانا استاذ طارق. شرف. تخرب بحالك. ومين عنا هون كمان محافظ؟ برافو استاذ يزن شري. شكرا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. الفرقة الثالثة عنا مين محافظ؟ نانسي حسنة ونانسي رام. حلو. شو استاذ لؤي؟ ليش ما طلعت وقفت مع رفقاتك؟ ليش لحتى اطلع استاذ حافظ انا القصيدة؟ ما شاء الله. هات لي شوف سمعنا هالقصيدة. يلا وقف استاذ ولا ضل قاعد؟ وقف على حيلك. لا تقل لي ذاك نجم قد خبا. يا فؤادي كل شيء ذهب. هذه الانيار ما الانوار ما اضيعها. صرنا في جنبي جراحا وضبا. ما شاء الله عنك. ليكو طلع حافظا.
يا شريف لعندي لو سمحت انت واللي عم ينقلك وطلعوا وقفوا مع رفقاتكم. ليش استاذ انا سمعت لك اياها؟ بس انا حافظها استاذ. بعرف انك حافظ بس مشان تتربى تاني مره ما تنقل حدا مو حافظ. يعني انت بتدرس وبتتعب على حالك وغيرك عم يطق حنك بالصف. شرفوا طلعوا لبرا انت وياه. بس انا خلاص بدي ارشح على البيت عن جد انتم ما عم تعملوا. انا هلا ما بعرف كيف بدي اتعامل معكم. بالحكي ما عم يمشي الحال وبالعقوبات كمان ما عم يمشي الحال. لك انا دائما بسال حالي سؤال، انتم ليش عم تجوا على المدرسه وتعذبوا حالكم؟ ليش عم تعذبوا اهاليكم وتخلوهم يدفعوا كل هالمصاري؟ ليش؟ بتمنى هالكلام ياثر فيكم. مع اني بشك. يلا كل واحد منكم نرجع للمطعم. حركوا. خلينا نرجع لدرسنا. افتحوا الكتاب على قصيدة جبران خليل جبران الغار. انا كمان مو حافظة. ليش ما قلتي لي الاستاذ؟ خلاص هلا مرقت. حبيبي شو هالحكي؟ ما بوقع لتجي موافقة التربية. امسك استاذ. يعني انا من خلال خبرتي يا استاذ. الله يخليك ويستر عليك وعلى كل شيء حواليك. ما بوقع لتجي موافقة التربية. ما بدي اوجع راسي. معناتها بدك تستنى كثير. مستنى مستنى قد ما بدك. يا حسرتي عليك يا عبد العظيم، ما حدا بيسمع كلامك. ايه ما بوقع ورقة اذا بتشنقوني. ايه انا متربس تربسي بهالكرسي. شو مفكريني هيك؟ الوقع بعرفكم توقيع 2-3 يجي قرار تقليع من المدرسة. هذا اللي بدكم اياه. لا لا لا. مشتك عم تدخن. قديش بتدفع لحتى ما اقول المدير؟ شو هالهضامة هي؟ حبيبي انا ما كنت عم ادخن، كنت عم ارجل. شوفت عينك حلو معناته دبل. ليه دبل؟ هيك لان السيجاره ب50 والارجيله ب100. يعني هذا رسمال القصة؟ اي رسمالها. طيب هي 50 ليرة ليك رح اقطع عن تمي واعطيكها، ما معي غيرها. سي هالمرة مشيت ب50 ها، بس ثاني مرة ب100. مخاك تجاري ما شاء الله. كمان مهرية. والله ماشي الحال. تعال هون. لا قديش اخذت منه؟ 50. لك مجدوب انت، لك كم مرة قلت لك اكثر من 100؟ هات لهون. ما معه غيرها. ما معه غيرها ما؟ يلا روح احطه في التواليت تاعت روم. لك امرك يا حبيبتي امرك. حبك بس. ميحة أنا فرشك يا غسان، إلا ما ألقطك شي مرة، وإذا لقطتك يا ويلك مني، ما رح تقدر تضحك علي مثل ما ضحكت على هالنص نصيص. إيه أنا من غير شي محمرة عينه مني، إيه والله لو عرفني ماني حافظة كان فرمني. إيه يعني بس لو أنتي قلتي له كان هو سامحك مثل ما سامح الكل يعني. لك شو سامح حبيبتي؟ كان الكل أكله عقوبة بسببي. نياله لقلبك. إيه؟ نيالك شلون دفتي منه لحبات؟ لكان هاي طرقتك عين. عفوا عفوا هوا. شو أمرتي حسنة خانم؟ بنمزح معي. ليش من إمتى أنا في بيني وبينك مزح؟ بعدي شوي. من إمتى أنا وياكي بناخذ ونعطي مع بعض أصلاً؟ أنا ما بحكي معك عشان ما صير أنا وياكي رفقات لأني ما بطيقك، بس كنت أحسن ما أعمل لك مشكلة هلا. ومنك أنت لتعملي لي مشكلة؟ ليش عم تدفشي؟ بعدي هيك عم تدفشي؟ ليش عم تدفشي؟ أنت اللي عم تدفشي معي. كذابة هي اللي تهجمت علي. أنا معقولة تهجم على بنت؟
رامو حسنا خلص بقى، عيب عليكم طلاب بكالوريا، انتو شو بكون شو بدهم يقولوا السوابع؟ صالح ولا شوف، يلا تعي راما. انا ما بدي تعي راما. تعي راما يلا. صالح وصبايا يلا بصوا بعض لشو. ايوه حسنا بوسيه من راسه. ايوه يلا شرفوا لشو. تعي راما تعي. شو بدك تعزمينا حسنا حلوان؟ تعي شفت شو عم تعي. انت شو اختي كم كف اكلتي؟ يا زلمة إذا سمحت لا 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 تدخل الموضوع، أنا مالي علاقة، هن اندفشوني على الحيط. دفشوك على الحيط؟ لك أنت مو عيب تكون محسوب على رجال؟ أنت مو عيب تكون قاعد معنا؟ لك روح روح الله ينزع صباحك روح. نزل إيديك. إلك ولا للديب؟ لا والله للديب. أستاذ عباس جوا؟ إيه جوا. بفوت لعندك. كفاية. لا معلش برجع بشربها. استاذ عباس عليك بالخير. لما كنت عنا بالحصة عم تسمعنا في ناس طلعوا مو حافظين، قلت لهم طلعوا لبرا. صفاء ما انا حافظة، بس ما قالت لك انه ما انا حافظة. خلود استاذ كان فيها هي خلود انت سامحته خلود لك بطلية بقى هالعادي، حاجة تفسدي على رفقاتك. بكرة اذا عرفوا انك عم تفسدي عليهم لك سلام رح يبطلوا يسلموا عليك. بكفي مشانك ما منيح. استاذ يعني انا مشانه. لك شو يعني مشانه؟ شو يعني مشانه؟ طعمي خلقتي. فسادي هيك استاذ؟ بدك شيء استاذ؟ روح لشغلك. حاضر. بعرف من خمس بس اسمه شو دق لي رقم بليفلاش بيضير العقل كل ما جربت عليه. طب ليش ما ترجع تدقي له انت؟ جربت ارجع دق له بس ما رد. من الاخر هات الرقم خلي ابي شوف لك يامي. لا حبتي حسنا ابوكي خلص انا اعطيك له رقم لكن حلي عني جميله. محجوب امبارح من خمس لست لك الحمد لله لحسن عم يدق لي رقم بليفلاش واللي بياخذ لعقل كل ما جربت عليه يفصلني. شو تعمل؟ بتعرفي انا محلك شو بعمل؟ شو بتعمل؟ قبل ما يفصلك برد يا الدنيا على الجد. صباح الخير. صباح الخير. هادو شو هاد اللي عملت على وشك؟ ما بدي اشوف على وشك شي. يلا نلعي. شادي شبك كثير مبتسم اليوم، عوض محلك اللوح واقف لي. سمي بالرحمن وبلشي الدرس. رح سمي بالرحمن. ماشي يا زلمه. أنا اللي عم فكر فيه إنه نحن لازم نتعاون لحتى نبطلها لخلود هي العادة البشعة. تركها منيحة اسمع مني، في شغلات كتير لازم نعرفها بالمدرسة وبالصف عندهم ومالنا غير خلود. يا أستاذ عماد أنا عم بحكي هذا الحكي مشانها لخلود، بعد شوي رفقاتها رح يبطلوا يحكوا معها، يعني رح تصير منبوذة بالصف. معك حق. والله هي البنت منيحة، ما فيها علة غير إنه فسادة. أستاذ عماد، الأستاذ حسان إمتى بده يرجع من المهمة؟ لك آخ من حسان، حكيت معه امبارح قال لسه بده 20 يوم ليرجع. 20 يوم؟ وهدول الطلاب مين بده يعطيهم انجليزي؟ حسان ما بيخاف عليه، قد ما طول على طلابه بيلحق لهم، بعدين غير هيك وهيك بحصته ما بيصير مشاكل. شو قصدك استاذ؟ يعني انا بصير مشاكل بحصتي؟ لك يا ريت كل الاساتذه مثلك، انا قصدي على عدنان وعلى نجاح هلكوني. ايه يا يزن ما جاوبني على سؤالي. انا ما فيني جاوبك لاني حاليا عم فكر كتير وما عم بحسن احفظ. ها
ومو انت حضرتك اللي قلت لي سمي بالرحمن وبتجيب الدرس يا انسة؟ وليش حضرتك ما بتسمي بالرحمن وبتحفظ يا يزن؟ وانت يا لؤي؟ والله انا شرحه يا انسة. تفضلوا تفضلوا الامر، وانتوا الاثنين معي لعند المدير شرفوا لاشوف. يلا لا ما بنرضى لك ياهو، نحن من قبل لحالنا انسة لحالنا. حلوة والأول عم تتطور بالنقد والله. اخراس انت انسة ليه عم تخرسوني؟ والله حرام عليكم، يعني كل ما بحكي بتقولي اخراس، كل ما بحكي بتقولي اخراس، بكره بصير معي عقدة نفسية. حرام عليك يا انسة. ليه؟ لأنك غليظ. انسة انا غليظ؟ انا ما رح احكي شيء. ما رغم انا غليظ شيء؟ لا يا رفيقي لا، والله انت الهضامة عم تشرشر منك شرشرة. شفتي؟ ابصر من الغليظ بقى. شو قصدك ولا؟ شو قصدك؟ هلا انا رايح على المدير، انا بورجيكم. لا انتوا لا تتوقعوا ابدا يا استعجلي بسرعة. انا مو ضد الدروس الخصوصي، بس مدير ودروس خصوصي ما بتزبط. استاذ مو معقول هدول الطلاب رح يجننوني. استاذ مو معقول يا زلمة، وغسان ولؤي. استاذ مو معقول، انا عجن. لا يطاقوا ابدا يا استاذ، لا يطاقوا. فهمت شيء؟ يا انسة ممكن تعيدي بس يعني نفهم عليكي. استاذ لؤي ويزن مو دارسين ولا حافظين دروسهم ولا كاتبين وظايفهم ولا عاملين شيء. حلو، غسان شو؟ اخ يا استاذ غسان، اخ تصور يا استاذ، تصور قال انا، تصور قال انا غليظه، تصور استاذ بربك انا غليظه شيء. شو رايك؟ لا اذا هيك بيكون زودها شوي. لا ما زودها شوي، زودها كثير. تعي معي. شرب معي. وين جلوس؟ حابة تعطي درس؟ رح نرجع لدرسنا. ارجعي قولي الله. العمل شو هاد؟ شو هاد؟ ولا شو فكرة رفيقتك عم تقول لها يا غليظة؟ يعني أنا أستاذ اللي صار خليني فهمك إياه بس، لأنه اللي صار أستاذ إنه أنا قلت لها كنت عم بحكي على شيء تاني. قامت هي فكرت انه عليها. كذاب، كنت عم تلمحتك. ولك يا بني ادم هي انستك، ما بيصير تحكي معها بهالطريقه. امرك مدير. يا غسان اللي عم يقوله الاستاذ عماد مزبوط، انت غلطت بحقها للانسه نجاح. صح استاذ. روع صفك. استاذ معلش ما اروح هلا على الحصه، انزل لتحت على الباحه استنى. ليش شو الحصه اللي بعد الانسه نجاح؟ رياضه استاذ. روع صفك روح. لانه هي متحططه علي استاذ مصف السابق. لانه خالتي كانت عندها بكالوريا وبتكره قامت. ولك روح على صفك روح. طول بالك عليه بيصير. ما في امل. فالج للعالج، لا هو ولا نجاح. اذا نستنتج بان ارسطو وفرويد قد اطلقوا هذه النظريه، اي ان المنطق يقول بأن الكلام والفكر بجميع أنواعه هو. أرسطو زلمة كتير ظريف وحباب وصاحبنا، بس جرس دق. بعرف، بس بدي كمل المعلومة اللي عم قولها. يا أنسة مشان الله كلياتنا بنعرف إنه مدة الحصة 3 أرباع الساعة، ونحن أكثر من 3 أرباع الساعة ما بنستحمل. عم تقلعوني؟ يا أنسة مو هيك القصة، بس رن الجرس. لا انتو ما عدتوا تطاقوا ابدا. هلا انا عند المدير، هلا انا بدي اروح عند المدير، انا بورجيكم ولجننتوني. شباب يا ابنك كيف وين؟ حصة رياضة؟ لا ما بدي. قول له يا استاذ طايق كثير تعبان. تفضل ما اخلصك. يلا دعبول فرقنا. حصة.
وانت كمان فرق لها ستريس. يعني انت ليه بتضلك مصر؟ خلاص يا زلمة، يعني ما في شيء مستاهل هو. يعني هلا انت عم تغني ولا عم تحكي؟ شو انت لساتك معضل؟ كرهبتي شوي بس اضرب. شو نعنوع؟ شو وين حالك؟ نايم فوق تعبان. خلود كأنه لابس بجامة أبوك. ايه غاسلتها بالجلاية بس ما ديروا شر ديروا شر. شو شباب خربطنا نبلش؟ خلاص اسكتوا بقى خلاص. اسمعوني منيح يا شباب، بكرة بتبلش بطولة المدارس بكرة القدم، وأنا من هاي المدرسة اخترت شعبتكم حتى تشارك معي بالبطولة، مفهوم؟ مفهوم. فبدي اياكم على أتم الاستعداد، ماشي؟ طالع حاضر أستاذ. لك صحيح طارق وين؟ أستاذ طارق تعبان شوي ونايم بالصف. ما علينا من هالكلام، بكرة الشباب بدي اياهم هون بالباحة الساعة 8:30 أكيد. والصبايا أستاذ؟ وأنتو كمان بدي اياكم، مين بده يشجع الشباب؟ يلا يا شباب، لؤي وعلاء هجوم، وقيس وسط، ويزن وشادي ورامي دفاع، ومحجوب بيقعد بالجول. استاذ وانا؟ انت بتضل احتياط. استاذ انا ما بلعب دفاع، انا بالخناية اول واحد بهجوم، ما بزبط دفاع. هلا ما بدي اياك بالهجوم، انا بحاشك بالدفاع، وبكره بقلك ليش. استاذ بعدين شو احتياط ما احتياط، حرام عليك، انا لاعب ضربات حرة مباشرة الاول بالعالم، اسي ميلان عرضوا علي احترف معهم وانا مرضيت بالبير، وانا علمته، انا علمته كيف يضرب ضربة حرة. انا اللي بخطط مو انت. يلا خلونا نبلش تدريب لشوف. يلا اي دخيلك شو بتخطط انت؟ هذا أكرم أستاذ الرياضة بالمدرسة، ما له علاقة بشي، بده سلته بدون عنيد، كل ما حدا سأله شي يقول أنا ما دخلني، بس بده يخلص. طارق حبيبي، شغلة ضرورية زي بكرة. شو في؟ بكرة معلم ما في دوام، لأنه طولات ولا لا هيدي خلطة حتى بأكفر. طبعا عن جد شباب معلم نلعب طاولة ميسي. أنا دلبير في عندي سؤال، إمتى صارت الثورة الفرنسية الكبرى؟ دخيلة أنا مش الحلو، أنا روح بعدين بقول. يلا أبو شو، صباح الخير عن سبيل. أنا سأسألي إذا شو كنت عم قل له هلا؟ شو كنت عم قل له؟ إلا إذا شو كنت عم قل له؟ شو كنت عم تقول له؟ ما كنت عم اقول لك انه احلى درس درس الانسه مايا؟ ايه مزبوط، انه احلى درس. ليش ما بتعطينا كل الدروس؟ ايه والله صحيح. بدل انسه نجاح اعطينا فلسفه. عن جد يا شباب كثير شكرا لكم، ممكن نقعد بمحلاتنا. ايه يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا مشان انسه، يلا يلا خلود، يلا 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 طبعا جاهزين يا حبيبي، مو بس جاهزين، جاهزين ومكترين. ايما الشباب مسوسحين فيكي، مو قادرين يشيلوا عيونهم عنك. الأنسة صفاء طبعا تعتبر انه مايا هي القدوة بالنسبة إلها باللبس والمكياج، ونعم القدوة. طيب بدك شي هلا؟ الله معك، مع السلامة. مع السلامة. لك وبعدين مع الصوبيا.
خمس دقايق ولا دقيقة؟ خمس دقايق بلا غلط غسان، بس عن جد بتعرفوا شو شبيبة، اسمعوا شوي. عن جد كتير خرمان على الانترنت، صار لي شي 4-5 أيام ما رحت، روح جابالي روحي قعد لي شي 4-5 ساعات على الفيسبوك هيك عبي الطاسي، طب لي شي 20 بنت الله، مين الراجل ده؟ تضرب انت والفيسبوك، بدنا نروح نطبق اليوم شو؟ لك يا عيونك التطبيق على ابو موز اليوم انا كفو لك شو؟ لك اذا تغير المكان ليش جبتونا لهون؟ مكان شو؟ لك مو اساس التطبيق على مدرسة البنات؟ هلا عم يقول على ابو موز شو اجنبه هذا؟ تعكل كارب عم اجنبه يا زلمة حرر هواك فالحب بات معلنا ما كل ما أخفته العين محزنا من قال فؤاد ظالما كن في غرامها إيمان خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا رفقة وسهر وشموع شوق وضحك ودموع بعد وعد ونجوع هيك العمر بيمر نتلاقى كل شوي بعرف من القلب بالفي تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر ايام عشنا حكاية كتبنا الكلمة لنا ما حد مختير رفقة وسهر وشموع سكر الأمس من حنتي بوح الهمس والليل بندهل الشمس بيحكي لها أسرار لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار أيام عشنا حكاية كتبنا رفقة وسهر وشموع